حسناء من الصعيد، ازيك يا حسناء؟ عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي، عامله ايه انت؟ انا الكويسه الحمد لله حبيبتي قلبي، انت كويسه؟ الحمد لله. عامله ايه انت حبيبتي؟ حسناء انت بعتي لي على الصفحه، بقالك فتره بتبعتي لي، انا اسفه معلش والله انا مش ناسياكي، بس دايما مش يعني بختار الوقت المناسب. حسناء احكي لي ظروفك ايه يا حسناء؟ والله انا متطلقه ومعي ولدين، وابوهم سايبهم، سايبهم ابوهم وحتى المعونة بتاعتهم كانوا يقبضوا من بنك ناصر، المعونة اتشالت. اعرضوا الصور بتاعت حسناء يا جماعة. وانا دلوقتي قاعدة بيت، يعني بيت مهدهد علينا وواقع، وما عارفينش والله حتى ننام ازاي، ولا لاقي اصرف للعيال، ولا لاقي اوكلهم ولا اشربهم، والبنك شال المعونة مني. ده البيت، احنا بنعرض دلوقتي صور البيت اللي انت عايشه فيه يا حسناء، انت وولادك. ولادك بيشتغلوا يا حسناء؟ انت عندك ولدين بيشتغلوا؟ لا يا ستي، ده في الواحد في المدارس العيال. وانت اللي بتشتغلي ولا بتعملي ايه؟ لا ولا حاجه، ولا بشتغل ولا حاجه، واخده دبلوم تجاره وما بطلعش اشتغل. ما فيش شغل عندنا في الصعيد اصلا. طب امال بتصرفي على الولاد دول منين؟ والله ستي ربنا هو اللي يعلم بيا، انا تعبانه ما لقياش اصرف. والله ما مخلي حته من مدينه منه. ودون علي. مين اللي ساعدك يا حسناء عشان تبعتي لي الصور دي؟ والله انا بقيت اتفرج عليكم على التلفزيون وخدت لي رقم. مين ساعدك ان انت تبعتي الصور دي؟ انا وحدي. انت عرفتي تبعتيها لوحدك؟ انا عرفت ابعتها وحدي. طب يا حسناء انت محتاجه ايه مثلا؟ محتاجه شغل؟ هل نوفر لك شغل؟ محتاجه مثلا تبتدي مشروع صغير؟ محتاجه حاجه زي كده تقدري ان انت تمشي حالك بيها؟ انا عايزه يعني مصروف لعيالي، ما لقياش اصرف عليهم، وعايزه البيت مع الفشه ابنيه ما قدراش ومش عارفه اقعد فيها. يعني انت عايزه حد يجدد لك البيت، وعايزه مشروع صغير تاكلي منه عيش، زي كشك مثلا او محل صغير بقاله او حاجه زي كده، تنفع؟ تنفع ماشي. تنفع ماشي. طيب هشوف مين يا حسناء ممكن يساعدك في حاجه زي كده، واعتقد ان انا في حد في دماغي، يعني حد بيعمل خير كبير جدا، وممكن اخليه يتواصل معاكي ونجدد لك البيت ونشوف لك موضوع الكشك ده. الله يخليكي ويبارك فيك يا حبيبتي. ماشي يا حسناء، كتر خيرك. كتر خيرك. شكرا شكرا يا حبيبتي، الف شكر.